في الجزء الثالث من منتخبات المجموعة الخامسة والسادسة المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023. مالي يلقب منتخب هذا البلد الواقع في منطقة الساحل باسم النسور نسبة للقميص ديالهم اللي كيحمل شعار كبير للنسر. تونس يلقب زملاء يوسف المساكني بنسور قرطاج، وكان لقب المنتخب التونسي النسور، وأضيفت كلمة قرطاج لتمييزها عن باقي نسور القارة. جنوب إفريقيا منتخب البافانا بافانا، أي الأولاد بلغة زولو المحلية، وتسمات بهذا اللقب سنة 1992 بعد ما لاحظ مجموعة من الصحفيين أن مشجعي المنتخب يصيحون في المدرجات باسم البافانا بافانا. ناميبيا استقلت سنة 1991 وأقرت نشيدا وطنيا بعنوان أرض الشجعان، ومنه جاء لقب المحاربين الشجعان. المغرب منتخب أسود الأطلس نسبة لفصيلة من الأسود اللي عاشوا في شمال القارة الإفريقية، القردات حوالي قرن من الزمن. الفهود هو لقب منتخب الكونغو الديمقراطية نسبة إلى رمز الدولة. تنزانيا منتخب نجوم ملوك الطوائف، وكيرجع هذا اللقب لتنوع الموروث الثقافي. وأخيرا زامبيا منتخب الرصاصات النحاسية، وتعود تسمية هذه البلاد الواقع في جنوب القارة إلى الثروة النحاسية الكبيرة في باطن الأرض. وكانوا هذو هما ألقاب منتخبات المجموعات المشاركة في كأس أمم إفريقيا.